أدب الطفل، وأسمينا بعض الأعلام بالنسبة إلى الجيل الأول. أذكر أعلام الجيل الأول: المرحوم ناجي الجوادي، المرحوم علي السبوعي، المرحوم حمود الشريف كريم، وأستاذنا أطال الله عمره الدكتور محمد الغزي. إذن هذه الفقرة من سهرة الليلة نخصصها إلى المرحوم ناجي الجوادي، الأديب الذي كتب للأطفال واليافعين وكتب للكهول. ومعنا عبر الهاتف الأديب الشاعر نجل المرحوم ناجي الجوادي، تهامي ناجي الجوادي. ألو سي تهامي. مساء النور سعد مزيد، مساء الفل، شكرا على هذه الاستضافة، شكرا لإذاعة حياة على هذه اللفتة الكريمة للمرحوم ناجي الجوادي. مرحوم ناجي الجوادي أسس أقول في العصر الحديث لأدب الأطفال بإنتاجه، واليوم حينما التقيتك صباحا شاعرنا المبجل تهامي فاجأتني بتاريخ نشر أول قصة له، وهي سي تهامي الكنوز الثلاثة. الكنوز الثلاثة عام وشجرة الذهب سنة 1968. ما شاء الله، يعني عام 68 نشر لقصة للأطفال من قبل المرحوم ناجي الجوادي. المرحوم ناجي الجوادي، وننتظر توا صور على الشاشة، إذن يؤمن لنا سيف الدين بولعراس صور مؤلفتي. وتراو مستمعين الكرام اللي يتابعوا فينا على لايف ستريمينج ولا يتابعوا فينا على الباج فيسبوك، يراو على الشاشة إذن صورة المرحوم ناجي الجوادي وبالتتابع صور مؤلفته. سي تهامي، ناجي الجوادي إذن رحمه الله مات، أقول أستاذ أقول إنه مات شابا، مات يعني في مقتبل العمر، ولكن ترك وكتب ونشر في زمن كان النشر فيه صعب يعني، وكان الانتشار صعبا. كتب للأطفال، للأطفال كما ذكرت له الكنوز الثلاثة سي تهامي وشجرة الذهب ومجموعة أخرى من القصص. نعم، وماذا علق؟ يبدو أن بعض الباحثين قد علقوا على شجرة الذهب ودورها في إثراء المشهد الأدبي آنذاك، يعني في الستينات وبداية السبعينات. نعم، شجرة الذهب قصة قرأوها جيل كبير ياسر. نعم، من لا يذكر شجرة الذهب؟ من لا يذكر شجرة الذهب لناجي الجوادي رحمه الله؟ ذكريات وحنين مع هذا العنوان. هذه القصة كانت مبرمجة أيضا في البرامج المدرسية. نعم، في الأوقات المعلمون يعرفوا كيف القصة هذه ويحثوا في حصة الترغيب على المطالعة اللي كانت قبل الأساسة وما عادش عنا. نعم، أنا كمربي معناها هذه الحصة معناها الحق حصة مهمة ياسر، ترغيب على المطالعة. كان المربي قبل في ذلك الوقت يحث الأطفال على قراءة قصة شجرة الذهب وقصة الكنوز الثلاثة، وأيضا هذه القصة قصة خاصة شجرة الذهب تعملت لها لقاءات عديدة في مدارس وفي فضاءات ثقافية. نعم، كانوا يستدعوا الوالد رحمه الله، رحمه الله، يناقشوا الوالد في هذه القصة، وكانوا تلامذة يشوفوا كاتب هذه القصة كأنهم شافوا معناها حاجة كبيرة. فعلا، معناها فعلا مؤلف القصة معناها يخاطبهم مباشرة ويجيبوا عن أسئلتهم واستفساراتهم. نعم، فعلا كما يقولوا فيها معناها. سي تهامي، أنت نجله البار وأنت تحتفظ بمؤلفاته ومخطوطاته، رسالة طلب منك على أمواج إذاعة الحياة فهم أن تعيد نشر ما كتب تهامي، عفوا، ما كتب ناجي الجوادي رحمه الله، يعني نسعى معا لإعادة النشر إن شاء الله. بالنسبة للقصتين شجرة الذهب والكنوز الثلاثة كانت تقبل الشركة التونسية لنشر التوزيع هي نعم اللي تنشر فيهم. أي نعم، في طبعات مختلفة وفي طبعات عديدة، بعد أخذتهم دار اليمامة للنشر والتوزيع.
خذيت الحقوق التأليف عملت عقد مع الوالد. نعم. بعد ما توفى الوالد قصت دار اليمامة على تباعة عن تباعة في القصص. إلى زمن ما فقدت من السوق وافتقدها. نعم. القراء والمربون. أعدنا نشرها في دار زخارة في النشر والتوزيع. نعم. هي حاليا تو في السوق الطبعة الموجودة. أي؟ في السوق هي من دار زخارة، دار زخارة النشر والتوزيع. جميل. العقد فاء معهم 5 سنوات إن شاء الله. نعيد النشر في إعادة طباعة قصة كنوز الثلاثة وشجرة الذهب ستوامي مع دار نشر أخرى. نعم. ربما معناها نعيد طباعتها في شكل آخر. شاعرنا العزيز نجلة صديقنا ناجي جوادي، أنسي ناجي رحمه الله، أهداني مجموعة القصصية أنين الكراسي. نعم. يعني في ذاك الزمن يعني حينما يكتب أنين الكراسي يعني هو يعني مواجهة للسلطة بشكل فني في الوقت ذاك، أنين الكراسي، وأحدثت حدثا، أحدثت حدثا إبداعيا فكريا، وإن شئت بالنسبة إلى الذين يقرؤون المقاصد حدثا سياسيا أيضا. رحم الله شاعرنا. وأنت ناشط جمعياتي سيد تهامي، هل من ملتقى باسم المرحوم ناجي الجوادي؟ سيد تهامي معايا. قلت لك يعني هل نحلم في القيروان بملتقى أدبي باسم المرحوم ناجي الجوادي؟ والله يا ريت يكون معناها للمرحوم ناجي الجوادي ملتقى حتى في الفردي، معناها في القصة القصيرة. نعم. نعم. ملتقى يحمل اسم ناجي الجوادي أو نهج، لما لا؟ لما لا؟ معناها. نعم. يحمل اسم ناجي الجوادي والعديد من الكتاب معناها القيروانيين. نعم. معناها ما نتمشي أنهج بسهم كما في هذا الباب كما صلاح الدين بوجيه ستوهامي. نعم. في هذا الباب يعني أنا أستغرب من تسمية نهج أو شارع باسم مدينة. نعم. روسيا، دولة روسيا أو نعم. مدينة لا أدري ماذا، ولا نسمي أنهجنا باسم أعلامنا، يعني هذه مفارقة. وبعض الأنهج في بعض المدن بالأرقام، نهج 3710، ما ضر لو تمت تسمية النهج أو تسمية يعني الشارع باسم علم من أعلام القيروان. على أي حال هي رسالة أكيد مندوبة. والغريب الأمر. نعم. تفضل. الحي نتاعنا قريب من الحي نتاعنا الجبلية، غادي الجبلية. عملوا النصب التذكاري في معناها جعفر ماجد، اللي فيه جعفر ماجد على البراق الله يرحمه، خميس العبيدي، ومش نعرف أسماء أخرى، ونيجي الجوادي أقرب واحد فيهم للنصب التذكاري هذيك. ما تلفتلوشي، ما عملوشي معناها لمسة وفاء، اللي هو معناها شاعر وكاتب قيرواني إن شاء الله. لو من الجمعية هذه ولا شكون اللي يعمل معنا الفكرة هذه معناها فهمتني، وأقصى ومعناها علم من أعلام القيروان استخطروا عليه باش يذكروا له اسمه معناها في الحي نتاعو معناها. نعم. في الغريب في الأمر معناها ست وامي جدا. هو النداء واضح، هو نداء إلى مندوبية الثقافة في ملتقى باسم المرحوم وباسم أعلام القيروان الذين غادرونا رحمهم الله، يعني للمناسبات ما شاء الله المناسبات عديدة تعد بالعشرات في القيروان وإلى بلدية القيروان في تسمية ما شاء الله، ما زالت أنهج لم تسمى إلى حد الآن، وأنهج عليها أسماء أخرى ليس لها دليل رمزية إن شاء الله.